بختار اللي سهل علي حياتي، بختار اللي يغيرها، بختار إنديجو. أهلاً يا رؤوف. إزيك؟ أخبارك إيه؟ الحمد لله. اتفضل. اتفضل يا رؤوف. أنت طبعاً أكيد المكان ما وحشكش. أنت لازم جاي تسأل عن بنت طاهر الله يرحمه وأرملته. لا، أنا جيت عشان عرفت كل حاجة. عرفت وسختك مع مرات صاحبك اللي كنت بتمثل اللي أنت خايف عليه. لا ومش بس كده، انت كمان خدت فلوس بنته اللي هو سايبها لها. للدرجه دي بتكره طاهر؟ وصدقتها؟ اه اكيد طبعا صدقتها. يا راجل انت حد يصدق واحده رخيصه زي دي؟ لعلمك اللي زي دي لا يمكن تفرط في قرش، ممكن تفرط في اي حاجه تاني غير الفلوس. أنا بس قبلت أقابلك عشان خاطر طاهر الله يرحمه، غير كده أنت مش مفروض تدخل هنا إلا بالبدلة الزرقاء، ولو طولت بكلمة واحدة هلبسها لك، أنت فاهم؟ ربك ما بيسيبش حق أحد، وهتترد لك يا مفتدى بيه. اختار رقمك المميز وهيوصلك لحد عندك، وتقدر تستخدم وحداتك في اللي يناسبك. إنديجو، اختيار يغير حياتك.